ينفذ كورته واحدة اثنين، يلعب البينية داخل المنطقة للهلال الأخضر، ممكن كورة عرضية، هذه خطيرة للهلال وجول 1-0. هذه كورة الهلال خطيرة، يدخل يا سلام عامر وبكورة عرضية وهدف أول. إذا هدف أول لبينية، لمن كانت إلى أحمد سعد اللي دخل وراوغ من طه الشروي، يلعب كورة بينية من كانت إلى حمد طنجي، بوب وجول.